هنا مجلس الوزراء بخصوص انا وزمايلي بخصوص وظائف طب مقيم في معهد الاورام القومي التابع لجامعه القاهره. هو الوظائف دي معهد الاورام كان طلب الوظائف دي عشان عنده عجز في الاطباء، هم 12 وظيفه وتوافق عليها من جامعه القاهره ومن الجهاز المركزي للتنظيم والاداره ومن وزاره الماليه، وبعت الجواب لمجلس الوزراء بس هو متاخر شويه. معهد الاورام محتاج الوظائف دي، واحنا اوائل الدفعه احنا محتاجين نتعين في الوظائف دي، فاحنا عايزين بس حد يسرع الاجراءات الموضوع ده عشان الوظائف دي ما تضيعش. احنا بنسعى في الموضوع بقى لنا كذا شهر، بنروح نخلص المشاوير المفروض الموظفين يعملوها، احنا بننزل نتابع الموضوع بنفسنا، يعني احنا تعبنا في الموضوع ده جدا، فعايزين بس يعني تعبنا ده ما يروحش على الفاضي. طيب جيتوا هنا مجلس الوزراء كان ايه الرد عليكم؟ هو احنا ما حدش بيدخلنا اصلا، بنقف على الباب والسكيورتي ما بيقدرش يدخلنا، كل مره يقولوا لنا هنسأله يعني في مطله او انا ما اعرفش اوصفه ازاي، بس احنا يعني لحد دلوقتي ما وصلتوش لاي مسؤول. لا 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 هم رافضين يدخلونا اصلا من على الباب. طب سبب الرفض؟ هم بيقولوا احنا هنسال لكم ونعرف الموضوع وما حدش مدينا يعني عقد نفع زي ما. طب الموضوع ده بقاله قد ايه؟ هو الموضوع في مجلس الوزراء هنا بقاله اسبوع، هو الموضوع محتاج امضاء متاخر، لو الامضاء دي ما جاتش الاسبوع الجاي في احتمال كبير ان الوظيفه تضيع ما تنزلش اصلا.